المؤتمر الجديد هو ما تعاني منه البشرية، سواء انعكاسات الجائحة وأيضا أزمة أوكرانيا التي انعكست سلبا على المجتمعات الفقيرة بحال بلادنا والنامية. فبالطبع هذا الإشكال إشكال حقيقي، وبطبيعة الحال الشيء اللي جعلنا أن نخصو ندوة خاصة حول تدبير الجوائح والأزمات لأنه ولات كتكرر. فبالتالي كنشوفوا بأن الندوة نتاعنا يمكن تخرج ملاحظات استنتاجات. درنا تقرير حول المقاربة الحقوقية في تدبير الجوائح والأزمات، ولكن حنا بغينا الجوانب القانونية التشريعية اللي خصها تواكب مثل هذه الحالات، وبغينا الصيانة نتاع الكرامة المواطن والمواطنة سواء كانت الأزمات أو غير الأزمات. وحنا غاديين في هذه بلادنا غادية في هذا الاتجاه، وحنا ما كنتبعوا النموذج التنموي، كنتبعوه بطبيعة الحال بتتبع بالنقد والتقييم وإعطاء الآراء اللي والاقتراحات البناءة اللي تمشي بعيد في هذا الاتجاه، لتكون الكرامة المواطن دائما والمواطنة دائما هي الغاية من الدفاع عن حقوق الإنسان.